السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، الآن غنقوم بتحضير بطاطس في الفرن، كتير لذيذة وسهلة وما تحتاج وقت كتير في التحضير. بالنسبة للمقادير، نحتاج إلى بطاطس مغسولة جيدا، نحتاج إلى ملح، أعشاب منسمة، زيت زيتون، وفلفل أسود. أول شيء أقوم بتقطيع البطاطس، أقوم بتقطيعها بهذا الشكل إلى 4 أجزاء. الآن أقوم بوضع الملح، زيت الزيتون، شوية فلفل، شوية فلفل، والآن أضيف الأعشاب المنسمة. ونخلط الكل جيدا، وبعدما خلطنا الكل أقوم بوضعها في الصينية لتدخل إلى الفرن. أضيف شوية زيت زيتون من فوق، الآن ندخله إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 15 حتى 20 دقيقة. هذا يكون الشكل النهائي للبطاطس المحمرة في الفرن. أتمنى إن شاء الله تعجبكم الفكرة وتجربوها. شكرا على حسن المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم دائما الجديد.